Hello everyone, welcome to my channel Phonics for English Learners. أهلا وسهلا بكم في قناة Phonics لمتعلمي اللغة الإنجليزية. اليوم أتيت بدرس جديد للسنة أولى متوسط. في الحقيقة ليس فقط للسنة أولى متوسط وإنما لكل متعلمي اللغة الإنجليزية، لأنه يتعلق الموضوع ببرونونسيشن، النطق، والنطق نحتاجه ليس فقط في المدارس وإنما حتى في حياتنا اليومية في تعلم اللغة الإنجليزية. نبدأ الآن بنطق TH. لدينا طريقتان لنطق TH. أولا تنطق كذ والشكل الذي لدينا في النطق، وتنطق كث والشكل الناطق لها هو دائرة. أولا سوف الملاحظة التي سوف أعطيها أن ليس هناك أي قاعدة ثابتة لكيفية نطق TH، لذلك سوف أعطي بعض النقاط الثابتة والأخرى سوف يكون فيها استثناء. أولا نبدأ بنطق حرف ث، يعني TH كيف تنطق ث. إذا أتى بعدها Y أو R، يعني هذه حالة ثابتة، يعني في يمكن استعمالها. For example wealthy wealthy، throat throat، three. We have R and Y. هذه الحالة الوحيدة التي تكون فيها تنطق أو تنطق TH ث، يعني تكون حالة ثابتة. يعني إذا وجد TH وطلب منك الأستاذ أن تصنف أيهما، إذا كانت في ذ أو في ث، أول شيء سوف تنظر إلى ما بعد TH. نذهب الآن إلى الحالة الثانية. في حال أتى في الأخير، for example myth wealth faith، myth wealth faith، لدينا حالة استثناء مع with، معناها مع with لا تنطق، مع أنها أتت في الأخير لكن لا تنطق ث، لا نستطيع أن نقول with، نقول with. هذه هي الحالة الاستثناء لث. نذهب الآن إلى the، كيفية نطق the في أول الكلمة، يعني يمكن أن نجدها في أول الكلمة. For example them these those thus، them these those thus، يعني هنا تم نطقها بحرف ذ في وسط الكلمة. mother grandfather and the، يعني أداة التعريف the. We repeat mother grandfather the. We have exceptions، استثناءات. We have thief thank thumb thorn think. هذه هي الاستثناءات الموجودة في حرف أو نطق TH كحرف ذ، لذلك على الطالب أو المتعلم أن يحفظ هذه القاعدة الأولى والثانية، فهي سهلة جدا. أما هذه القاعدة يمكن أيضا أن يحفظها، ولكن يجب أن ينتبه للاستثناءات، لأنه يمكن في الامتحان أو في الفروض يضع لك واحدة من هذه الكلمات. هذا هو بالنسبة لنطق TH. وكذلك أنصح متعلمي اللغة الإنجليزية أن يستعملوا القاموس، يستعملوا القاموس في نطق الكلمات، لأنهم يحتاجون ذلك كثيرا. سوف تجدون الكلمة ثم نطقها، سوف تجدون هذا الرمز. إذا كان الرمز هذا فهو نطق تنطق ذ، إذا كان الرمز الدائري ويقطعه تقطعه خط فهو ينطق ث. هذا هو كان الدرس للسنة أولى متوسط، إن شاء الله يكون مفهوم، يحتاج فقط إلى الحفظ والتركيز، وإن شاء الله تدوا أعلى العلامات. ما تنسوا تدعموا القناة وتدعموني باللايك. إلى اللقاء، goodbye.